خلوني أطلع فيكم إلى الخبر الثاني اللي هو ابتكر علماء أستراليون وأوروبيون تكنولوجيا ثورية تسمح بالرؤية في الظلام عبر غشاء فائق الرقة يوضع على سطح النظارات العادية. طبعا هذا الغشاء مكون من بلورات نانومترية يمكنها تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي للإنسان إلى صورة مرئية، وهو أمر يكتشف لأول مرة في العالم. يعني نشوف الظلام؟ طب أبا أقول لك شيء، أنا مرة ماني مقتنعة فيها. ليه؟ لأنه في نظارة قبل شوي عرضوها، هذه أنا اشتريتها بنفسي على أساس أنها هي بتحمي من الغبار السيارة بالظلمة، أنت تشوفينها إذا ركبت السيارة تلبسينها، والله العظيم ولا شيء. يمكن الرشز كان للصورة، بس مو للصورة نفسها، للنظارة نفسها. أكيد يمكن. أيوه. بس أنا النظارة اللي تو أنا لبستها بنفسي ولا شيء، غبار ما أشوف شيء. يعني هو يقول لك إنك إذا لبستيها وقت الغبار تشوفين الرؤية واضحة جدا. فما أحس إن أنا لا أحس إنه ما أعرف. طبعا يمكن تجربتك مرة مهمة، كويس إنه يعني عشان ما نصدق أي اكتشافات ممكن تكون تتم. لكن أنا تخيلت، قلت أنا وين ممكن أحتاجها، فحسيت في البداية قلت يا ربي هي الحاجة هي أم الاختراع. طيب مين قال إن إحنا محتاجين ظلام في نهاية العالم؟ فتذكرت شغلة، الناس المستكشفين اللي بيروحوا يعملوا كامبينج، الكهوف والأشياء هذه، وتمشي بكشاف والإضاءة تكون بس في منطقة محددة وما تحميكي أو ما تعطيك مساحة رؤية. فممكن إن صح الاختراع هذا وكان جودته فعلا زي ما ذكر بالخبر، فأعتقد ممكن تخدم هذه الفئة. صح ممكن. خلوني أنا أخذكم عاد بلا نظارات بلا كهوف، أخذكم لخبر كذا من الوزن الثقيل. أعلنت شركة متخصصة في بيع الألماس عن اكتشافها لحجر بلغ وزنه 1098 قراطا، وصفته الشركة أنه يعد بهذا الوزن ثالث أكبر حجر ألماس في العالم. والحجر تم اكتشافه في بوتسوانا، وقام القائمون على الشركة بتقديم هذا الاكتشاف هدية للرئيس موكو كويستي، إذا صح نطقي له، حاكم جمهورية بوتسوانا. إيش تعليقاتكم بنات على هذا الخبر؟ أنا أحس أني أنا أنتوا لو اكتشفتوا حجر ألماس بهذا الحجم وتاخذونه أنتوا بتشتغلوا ولقيتوه، هتروحي تسلميه ولا تحتفظي فيه؟ والله ما أسلمه لأحد، أسلمه الصاغ يضبط لي يحط لي خاتم. يعني أكيد لو أحد جاته فرصة أنه هو يوصل للحاكم زي ما هو وصل للحاكم، أكيد هتوصلي للحاكم. يعني اكيد انا هوصل للحاكم. شوفي كمان كهديه، يعني لا محتاجه الحاكم، لا نكون يعني افلاطونيين، بس يعني هي نفس الفكره، يعني هي حاجه جميله انه واكتشفت. انا بسوي لي في خاتم ولا بسوي لي في حلق؟ انا باخذه ممكن ابيعه. لا انا ما راح ابيعه، بسوي لي في خاتم. والله بستثمره، انا باخذه ابيعه واشتري. يا اختي دلعي نفسك. اخذ بخاتم هالكبر؟ لا انا اخذه ابيعه واجيب مبلغه واروح اشتري لي طقم الماس كامل، مش خاتم. بس ما اعتقد اني اروح اسلمه بصراحه، هذا تصرف يعني يشكل عليه أكيد، ويدل على ولاء عالي وعلى نزاهة عالية. بس خلينا واقعين ومنطقيين، إن لقيت الخاتم أخذته. ألو نزاهة؟ ألو نزاهة؟ ألو نزاهة؟ مين فيكم نباتية؟ أنا مو نباتية مرة، بس يعني أكثر شيء تميلي أكثر للأكل الصحي. أنا أفضل الأكل النباتي، بس أكل لحوم، بس إذا حط الخيار أول تلقيني أميل أكثر للأشياء. طب هل فعليا يعني في صحنك كل يوم او على مائدة الطعام في الفطور والغداء والعشاء في اكل في خضار اكل صحي؟ هذا ممتاز جدا، لانه يمكن هذه او يمكن النباتات بشكل عام من اكثر الاشياء اللي ترفع المناعه، اكيد متداول طبيا. اخذكم لهذا الخبر الاخير اللي هو فعليا بشره ساره لكل الاشخاص اللي اتخذوا النبات غذاء لهم وامتنعوا عن تناول اللحوم، يعني النباتيين، لانه بحسب احدث الدراسات اللي كشفت ان النباتيون هم اقل عرضه للاصابه بفيروس كورونا عن الاشخاص اللي بيتناول اللحوم بنسبة بلغت 73%. استند الباحثون على دراساتهم في قياسات لمدى مناعة الأشخاص ونسب شفائهم من فيروس كورونا أو نسب عدم إصابتهم بالفيروس أصلا. كما كشفت الدراسات على أن كل المؤشرات دلت على أن المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض شديدة أخرى هم آكلين اللحوم. كما أكد الباحثون أن نمط الغذاء الغير صحي هو ما يؤدي إلى قلة المناعة. إيش رأيكم في خبرنا؟ تحية لكل الأسود، انتبهوا لأنفسكم. لا لحظة، دقيقة. أنا صرت أحس إنه كورونا صار يعني لغة تسويقية لأي دراسة. إيش دخل؟ يعني معلش، أوكي يعني كورونا أو غير كورونا،
وزي ما الخضار مهم في رفع المناعة والأشياء، برضو البروتين مهم. فأنا بالنسبة لي هي دراسة تسويقية لأكل الفواكه والخضار، وإحنا أريد يعني نقدر نقول دراسة تسويق يسوق للخضار؟ يعني عشان عشان تعزيز، هو عشان مش دراسة تسويقية تجارية، لكن دراسة تسويقية سلوكية، إنه كلوا خضار يا جماعة، ترى الخضار. وإحنا فعلًا يعني حتى في القرآن ذكر إنه يفترض إنه النبات أكثر صحة، وهو المقدم على اللحوم، وإنه مفترض في البرامج الغذائية الصحية تكون البقوليات والخضروات والفواكه هي أولى من البروتين الحيواني، وان البروتين النباتي او كل الاطباء لا بس خلاص عاد يعني لا نستخدم كورونا ونقول دراسه وعشان كورونا. احنا الان اول ما نسمع كورونا تفتح اذاننا وتفتح عقولنا لاستيعاب الفكره. بس حتى انا اعتقد لبنى لو ما وافقتيني ما وافقتي دراسه فهي في الاخير حاجه فعليا هيلثي يعني انت ماشي، بس انا ما حد يعني لا تربطوا خلاص عاد لا تربطوا الكورونا. ايوه بس عارفه انا لما بسمع شيء كويس ممكن هذا الشيء الكويس يستمر عليه كثير من الاشخاص، خليهم مصدقين. ايوه خليني انا مصدقه، خليكم مصدقين، لانه فعليا هو شيء كويس. هي عاده سيئه، عاده جميله. شوفي في فئه مش عاده سيئه، في فئه بالعكس. انا مع، ترى انا واحده مره تحب البرجر، انا فكرت في يوم من الايام اكون نباتيه بس ما قدرت لاني احب البرجر طبيعي اكيد، ونحب المفطحات ونحب الأرز ونحب دي الأمور كلها ما اختلفنا. ولكن لما تسمي حاجة زي كذا أو لما تلاقي سلطة بتاكلي زي الأم، كيف تزين صحن السلطات لأولادها؟ ما قلت شيء عبير، ما قلت شيء. أنا مع الكونسبت. أنا أخصائية تغذية أصلا، وأنا مع أكل النبات والخضروات بكثرة، وحتى هو يكون طول اليوم. لا أنا قصدي أنه خليهم، أنا فكرتي خلينا نتكلم بمنطق طبي أكثر، بمنطق صحي أكثر. لا نستخدمه بالفزع بموضوع كورونا والناس اللي صار عندها فوبيا الكورونا ونرجع نضغط غطين. فهمتيني؟ بس هذا ما أخذي إنه ربطوا الدراسة بكورونا، إنه لو مش رابطينها بكورونا أموركم طيبة. صح صح, صح. يمكن في كثير أشياء مؤخرا تم ربطها كورونا كل هذا الوباء كورونا. صحيح كل شيء وصح والله كثير أشياء، حتى سالفتنا اليوم تم ربطها بكورونا. يا مسكينة كورونا يا جماعة. خلونا مشاهدينا أكيد نكمل معاكم بعد الفاصل حلقتنا لليوم وهنحكي فيها عن